بصراحة جيت حاولت أعرف شنو قصة هاي البنية وشنو مشكلة مدرستهم الطيبات والمتوكل، وليش كتلوهم وليش ما خلوهم يطبون للدوام. وهو قرأت تعليقات، لكن أكثر التعليقات هي تنتقد بهاي البنية وبطريقة كلامها وبطريقة مناشدتها، ويقولون الله يساعد أهلها ويساعد المدرسات ويساعد الطلاب على هيك إنسانها. حقيقة ما أعرف ليش ما كسبت تعاطف الناس. خلينا نسمع ونشوف إيش بيها، وبلكن بالتعليقات تكتبوا لي شنو قصتها. عليكم. اليوم احنا تعرضنا الى الضرب والتعنيف والتهجم من قبل اولياء امور مدرسة الطيبات، ومنعونا من دخول مدرستنا. احنا شنو ذنبنا يسوون بينا هيجي؟ وحتى ضرباني وجروا شعري ووقعوني، ومو بس اني، غيرها وغيرها غير طلاب. الطلاب كلهم هيجي صار بيهم وتعدوا عليهم وتعدوا على مديرة مدرستنا وكل كادر مدرستنا، مدرسة المتوكل. شنو ذنبنا احنا يسوون بينا هيجي شي؟ وأطالب بأقصى عقاب عليهم، لأنهم تعدوا علينا وعلى مدرستنا، وخاصة اللي خافوا وتهجموا عليهم طلاب الصف الأول.